وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك لعلكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا للعلوم
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها الله أكبر Oh, fire!
الجناح. دي بقى بدل اللي انت حيتني بيه. هات الناحيه الثانيه. هات قرطك لوجه الله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ايوه ايوه الله الله اكبر. هات وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يا سلام الله، يا سلام على الهدوء الجميل، سهل الممتنع، سهل الممتنع. قالوا قالوا
ليه تغنوا ليه؟ ايه ليه؟ ما غلطش فربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة
صدق الله.